كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. ما نعرفش انتم قبل ما نرجع للمسرحيه سمعنا وبرشا اشاعات لايامات اللي تعداوا على خالد بوزيد الممثل المسرحي اللي لطف عليه هو لباس هو صحته لباس احنا من بكري نحبوا نتحصلوا عليه توا وين تحصلنا عليه معنا بالتليفون برشا اشاعات قاعده تدخل كلاسنا وعدك ولد كلاسكم زيد انت مرحبا يا خالد حميم يعني. خلود خرنفش الو خالد سلام شنحوالك مرحبا بك على مزيكا فام ربي يحفظكم ومرحبا بالساده المستمعين مزيكا فام طمنا على صحتك يا خالد وهو معنا منال ومعنا خرنفش معك تعريس ومنال عند القوية خرنفش ربي يحفظهم بسم الله عليك عزيزي كأن ما تحصلتش عليك كلمت طاهر خوك ما أنت ما أنجوانيابل ومطمن عليك من خلال طاهر وطمن عليك طاهر خوك أنت معنا أحكينا صحتك لباس خطر سمعنا كل مرة يخرج خبر هكا مرة جلطة مرة لا هي جوست حكاية ملاز صغير وبعد وصلت حتى إشاعة وفاة ماك تعرف في الريزو سوسيو العباد قداش نجم تنشر حكايات كما هذية من غير حتى ما يثبت وذلك علاش أنت معنا اليوم خالد الحمد لله عليك وأحكينا صحتك الحمد لله خرجت شكرا للكفايات اللي عندنا الطبيه في المستشفى العسكري ما كنتش نجم نتحرك ونتكلم توا الحمد لله من البارح برك معناها خرجت معناها تحركت واليوم زاد الصباح حملت ومشيت وصبات واسترجعت قوتي الحمد لله ما كنتش نجم من اللي نجمت نعملوا نهبط مستاتيون طمن أحبابي وصحابي شكرا لكل من وسائلي وقف معايا كلمة حلوة خف علي التعب كنت في أزمة وتوا الحمد لله الناس وقفت مع الواحد الحمد لله بديت اليوم البارح الليل أول مرة أنا تحركت ومشيت الحمد لله يا ربي أزمة تعديت نشكر كل الناس المعنها حتى مورالمو عاونوا الحمد لله يا ربي وكل من خرج الأخبار شائعة ربي يهدي لأنه يرجع لي الفاميلي تاعي ويرجع المقربين والفنانين والجمهور متاعك اللي يحبك أي حاولت أكثر ما يمكن تكون الفاميلي متسمعش ما اللي شاعت لي والمواقع الاجتماعية ما تخلي حد شيء يتخبر ما تخلي حد شيء يتخبر الحمد لله الأهم حاجة اللي احنا اليوم اطمئنين عليك وعلى صحتك يا خالد استحفظ على روحك ورد بالك كما قلت بفضل ربي وبفضل الكفاءات الطبية اللي عنا في تونس ما نزيدوش نتعبوك برشا يعطيك الصحة خالد بوزيد وإن شاء الله تبرى بالقداء وتتحرك وتجيب حدينا هنا المزيكا فين بارك الله فيك يا خالد إن شاء الله بس شكرا للمزيكا لطف عليك يا خالد ووجه لك تحية كبيرة وإن شاء الله نشوفوك على قريب كما نعرفوك مبتسم تحب الحياة وإحنا نحبوك برشا وأنت تعرف وما عادش تعب روحك خاطر ديما ننصح فيك ونقول لك ما عادش تعب روحك ما عادش تسبح يا خالد قسم الخدمة يا خالد ناصي اوفر دوز خديت برشا دواء في الدولار في الدار كانت اي خاطرك ديما هكاك يا خالد ما تسمعش الكلام تجهد روحك وتسهر وتسبح صديق مقرب نعم صحابي نعم وقيت ومعك يا خالد تعب ان شاء الله لاباس لطف عليك حتى انت منال يعطيك الصحه يا خالد مرحبا بك انت معنا ديما ان شاء الله وان شاء الله تكون انت لاباس يا خالد بوزيد اطمئنين على صحتك انت لاباس شكرا يعطيك الصحه يعيشك بارك الله فيك